حاجة بتتخانق فيها مع المدام ايه؟ ولا حاجة والله. اكتر حاجة تخلي الكل يتخانق مع مراته العملة والفلوس. ما فيش دلوقتي طبعا، ما فيش راجل في الدنيا ما فيش مشاكل بينه وبين مراته. المشاكل دلوقتي عامة اللي يعتبر في 99.9% في المصريين مشاكل اقتصادية. اكتر حاجة دماغها ناشفة نكدية، بس دي كل الحكاية. اكتر حاجة ان الاكل اروح الاقي اكل جاهز، لكن ما لقيتوش جاهز بضرب. اكتر حاجه بتخليك تتخانق مع مراتك مصاريف البيت. اي واحد بيتخانق مع مراته عشان الماده. المفترض ان احنا برغم ان في عشره بيننا وفي معاشره فتره طويله، ومع ذلك احيانا بحس ان هي مش فاهماني، يعني ده اللي بيؤدي الى الاحتكاكات وبالتالي بيحصل صدمات زي اي حد يعني. اكتر حاجه بتتخانق فيها مع مراته المتطلبات الماديه. اكتر حاجه بتخانق معاها مع مراتي موضوع الصلاة، العبادة، الصوم، المعاملات. بصراحة ولا حاجة معايا، بتسمع الكلام على طول. هي بنت حلال والله، مش أكتر، مش خوف، لا بجد قصة حب 21 سنة.